من اول ما لعبت لعبة فورتنايت وانا بقول يا الله شو ناقصها لهاللعبة، في شي ناقصها لهاللعبة، والحمد لله حلونا اياها بالجيل الجديد يلي هي شوية غيوم والزون على شكل مكعبات. او ماي جاد واو. ايه مثل ما سمعت الجيل الجديد اللي انت رح تدفع حقه $700، وغير هيك كمان في ميزه جديده انك انت رح تلعب على 60 اف بي اس فقط لا غير. شو الموضوع ما بنعرف، فان شاء الله رح احكيكم عن موضوع الجيل الجديد القادم معنا لفورتنايت فقط، ما دخلني بالالعاب الثانيه. رح احكيكم على اشتراك بلس ديزني اللي رح يكون معنا كل ما تشتري، والصوره اللي انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير اللي هو الاشتراك الشهري لفورتنايت اللي رح يعطيك بعض المزايا وفي بوكس والقصص هي. كل هذا رح نحكيه بهذا الفيديو، فاذا انت اول مره عم تشاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك تفعل زر الجرس وتحط لايك. لايك اهم شيء يا شباب ليوصل المقطع لكل الناس والناس الغريبه على اليوتيوب، لانه انا صرت عم نزل يوم اي يوم لا، فبعتذر عن التاخير. كود دعم بالاتم شوب نيو تسالي زار امامكم، ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. هلا اول شيء خليني احكي لكم بالنسبه لهي الصوره، بعد ما ننتقل لورجيكم الاشياء تبعات ديزني والجيل القادم بالنسبه للفورتنايت. هلا بالنسبه لهي الصوره اللي انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير، هلا نحن خلينا نقول لكم شو الصوره وحلل لكم شو الصوره بشكل سريع. الصوره بتلاقي فيها بطل باس، يعني انت رح تاخذ بطل باس بشكل مجاني، وبتلاقي فيها سكن. السكن عباره عن بنت نينجا بينك باللون البينك اللي ظاهر امامكم. هذا السكن جديد وما نزل على اللعبه ابدا لحد هاي اللحظه. السكن لحد هلا ما نزل على فورتنايت، والسكن جديد 100%. السكن بيجي معه باك بلينك شنطة، وبيجي معه ستايل تاني، وبيجي معه بيكاكس. هذا بالنسبة للسكين. وفي على اليمين 1000 في بوكس، هذا هو الصورة كلها اللي انتشرت بشكل عام. طيب شو قصتها هاي الصورة وشو تحليلها بالنسبة إلي أنا؟ بالنسبة لإلي هاي الصورة يا شباب، شركة إيبك جيمز نزلت من فترة قديمة شيء باسم الأنوال باس اللي ظاهر أمامكم، كان عبارة عن حزمة فيها 3 سكنات وباك بلينك ورقصة وبطل باس والأشياء هي. هي كانت عبارة عن حزمة بتاخذها ب 7000 في بوكس أو 8000 في بوكس حسب يعني شو مسعرة كانت. هذا السعر اللي ظاهر أمامكم مو حقيقي بالنسبة إلها، ولكن شركة ايبك جيمز اقترحت هذا الموضوع انه هي تعطيك 3 سكنات وتعطيك باك بلينك وبطل باس والقصص هي كلها. بس انت بتجي بتحسبها انك انت بتكون شاريهم نفسهم بنفس السعر، ولكن موفر شوي صغير مثل حزمة مثلا جوست رايدر اللي نزلت معنا اليوم على ايتم شوب، نفس السعر ولكن انت موفر شوي. هاي هي فكرة هاي الحزمة. طيب هاي الصورة شو اساسها شو صحتها؟ هاي الصورة يا شباب لا مسربة ولا نازلة بالغلط. هاي الصورة نازلة من موقع ايبك جيمز او من لعبة فورتنايت على موقع كواتشن برو. هذا الموقع يا شباب عبارة عن موقع بتحطه بتنزل الشركات فيه اشياء جديدة بالنسبة لألعاب واشياء تانية اي شركة بتقدر تنزل عليه. بيقولوا عليه استبيان. الاستبيان هذا انت بتروح بتشوف السؤال، بتشوف بتجاوب على الاسئلة، بيسألوك قديش سعره، هل سعره منيح مثلا $16، هل سعره منيح $19، وانت بتختار السعر المناسب لإله. وكل شخص بيروح بيجاوب على هدول الاسئلة وبهن بقى بينزلوا بقى الاستبيان وبيشوفوا، لو الناس عجبها الموضوع بينزلوه على لعبة فورتنايت، ما عجبها بيلغوا الموضوع. نفس موضوع الانوال باس بالضبط. ولكن الاشياء الحالية اللي احنا معنا بنعرفها من معلومات بالنسبة لهي الصورة، المعلومات اللي احنا بنعرفها اللي هي رح يكون سعرها من 16 ل $19، ورح يكون فيها باتل باس، ورح يكون فيها 1000 في بوكس، ورح يكون فيها سكن حصري. ولمعلوماتكم السكن الحصري هذا رح ينزل للايتم شوب، يعني هن اللي حيعطوك اياهم مجرد عرض او باكيج كامل، والبعد منه رح ينزلوه على الايتم شوب ما حتستفاد شيء. فهي الفكره يا شباب، الفكره اذا نجح هذا الموضوع على هذا الموقع نجح الموضوع نجح، ما نجح خلص رح يلغوا الموضوع من اساسه. رح يكون اشتراك شهري، هو مو رح يكون اشتراك شهري لانه البطل باس ما حتقدر تاخذه كل شهر، البطل باس بتاخذه بسيزون، والفي بوكس والسكن بتاخذه بسيزون كامل. فهي الفكره ممكن يكون سيزون كامل بتدفع اشتراك مثلا للسيزون بين 16 19 دولار حسب ما يرسل استبيان والناس تقرر قديش السعر المناسب، وبتاخذ هدول الاشياء اللي ظاهرين امامك. هذا هو موضوع الصوره كلياته، لانه انا بلشت اشوف موضوع على هاي الصوره انه رح ينزلوا حزمه جديده، رح ينزلوا رح ينزلوا. هذا هو موضوع الصوره بشكل اساسي وبشكل كامل، ما حيكون غير هيك موضوع الصوره. وهلا خلينا ننتقل مع بعض على موضوع ديزني، وخلينا ننتقل مع بعض كمان على الجيل الجديد بالنسبه لفورتنايت. وبالنسبة لموضوع ديزني بلس، هذا الموضوع يا شباب انتشر معنا كمان بالفترة الماضية، من وقت التحديث قالوا انه في تعاون رح يكون بين فورتنايت وبين ديزني، ولمعلوماتكم اللي احنا من ايام السيزون 3 على فكرة في تسريبات كان يقول انه في رح يكون تعاون بين فورتنايت وديزني، وفعلا هذا التعاون اجى. طبعا مثل ما واضح امامكم من صفحة ايبك جيمز، مثل ما مكتوب من بداية 11 نوفمبر الساعة 3 صباحا بتوقيت الرياض، يعني يوم 11 نوفمبر الساعة 3 بعد تغيير ايتم شوب بساعة بالنسبة للرياض، رح يكون في عندنا شيء جديد بالنسبة لعالم ديزني، وليوم 31 ديسمبر 2020 كمان رح ينتهي هذا الموضوع. طيب شو هو هذا الموضوع؟
ديزني بلس نزلت شيء جديد بالتعاون مع شركة فورتنايت، انك انت كل ما حتشتري في بوكس او كل ما عم تقوم بعملية في بوكس من داخل اللعبة او حتى تشتري حزمة $5 او تشتري اي شيء، يعني المهم انك انت تدفع مصاري لفورتنايت $5 $10 يلي هو مثل الحزمة مثلا، مثل اشياء الفي بوكس اللي موجودة بالستور، بتاخد اشتراك شهري بالنسبة لديزني. هذا ديزني طيب شو هو؟ ديزني مثل نتفليكس بالضبط، بتاخد ايميل، بتاخد اشتراك شهري، بتحطه وبتتفرج على افلام بدقة اتش دي وبدقة 1080 وهذا الموضوع. هيك بالنسبة لاشتراك ديزني، بس هذا هو الموضوع بكل بساطة. وبقول لكم ستنوال للامر في حال قيامك باي عملية شراء بنقود فورتنايت من يوم 6 نوفمبر الساعة 6 بتوقيت الرياض، بما في ذلك الفي بوكس، وما زال لديك حقية الاستلام ما عليك سوى زيارة الموقع. بتزور الموقع بتفهم المضبوط منه لو انت حابب تفوت بهالموضوع هات وشتري. بس في شغلة يا شباب، رح يكون في شيء معنا اللي هو في بلاد محظورة بالنسبة لديزني بلاس، ما حتقدر تشارك بهذا الموضوع لو حتى بتشتري بمليون في بوكس. الموضوع هاد يا شباب، اول شيء لازم يكون عمرك فوق 18 سنة، وبالنسبة للبلاد اللي هو غير المتاح فيها، طبعا في بلاد غير متاح فيها هذا العرض، انك انت ما حتقدر تشتري البلاس بالنسبة لفورتنايت لو انت اشتريت في بوكس، يلي هي اللي حتكون مثل فرنسا واليابان والشرق الاوسط والبرازيل وامريكا اللاتينية وكوريا وتركيا وروسيا. هدول البلاد ما حيقدروا يشاركوا بهذا الموضوع، يعني انت لو حتى كنت رابط حسابك على ديزني ورابط فورتنايت معه وعم تشتري في بوكس والقصص هاي، لو انت من احد هدول الدول اللي هلا انا ذكرتها ما حتقدر تشتري بالنسبة لهذا الموضوع. الشرق الاوسط اهم شيء عندنا اللي هو الميدل ايست اللي احنا بنلعب عليه كلاتنا، بالنسبة للخليج بشكل عام وسيرفر البحرين ما حيقدروا يشاركوا بهذا الموضوع مع الاسف، وهدول البلاد ما حيقدروا يشاركوا. هي بالنسبة لديزني وكيف تشارك بديزني وكيف تاخد ديزني. لو انت عايش بأحد البلاد اللي هي مو محددة هون بالنسبة للشرق الأوسط والبرازيل وهدول البلاد، بتقدر تشارك بالموضوع بكل بساطة. لو حابين أعملكم فيديو منفصل كيف تشارك وكيف تفوت بالنسبة لهي القصة، اكتب لي بالتعليقات وبحاول بعمل لك فيديو منفصل بعلمك بالمظبوط. وخلينا ننتقل بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو فورتنايت على الاكس بوكس سيريز اكس وعلى البلاي ستيشن 5. كلياتكم صفيان تقريبا اقل من اسبوع لحتى تنطلق معنا الاكس بوكس وهدول المواضيع الجديدة بالنسبة للجيل القادم. طب شو اللي حيصير تغيير بالنسبة لفورتنايت للجيل القادم؟ طبعا في يوتيوبر جرب يلعب اكس بوكس سيريز اكس عليها فورتنايت، ومثل ما واضح امامكم هذا هو الاشياء الغريبة اللي احنا شفناها او لاحظناها بالنسبة لهذا الجيل الجديد. ما في اي شيء متغير باللعبة، ما في غير الزون صارت شكلها مثل مكعبات مثل مظاهر امامك، والسما صار فيها غيوم هيك اكتر واقعية واكتر شكل بالنسبة لنا. طبعا هذا الموضوع ما حيفيدك شيء انت كلاعب فورتنايت وما حتنبسط بهذا الموضوع. طيب يعني نحن نلعب على البلايستيشن 4 على 60 FPS، هل ممكن هذا الموضوع يتغير على البلايستيشن 5؟ لا، هذا الموضوع ما حيتغير. شركة ايبك جيمز حكيت انه نحن رح نعملها على 60 FPS ولكن بدقة 4K، مثل مظاهر امامكم الدقة مكتوبة هون 4K مع 60 اطار في الثانية على الاكس بوكس سيريز اكس. هذا بالنسبة لفورتنايت، رح تقدر تلعبها على 4K ولكن بال 60 اطار لحد هاي اللحظة، وما في اي شيء مختلف في المرئيات والفيزيائيات الديناميكية مثل ما هي. عالم يمتاز جديد بالتفاعل والاشجار وواقع والانفجارات ومدري شو الموضوع، ما في اي تغيير بالنسبة لهذا الشيء اللي هنين كاتبينه هون، ما في غير شوية غيوم والزوم متغيرة، وبتقدر تلعب على 1080 ب60 اطار بالثانية. نفس الموضوع، ما في اي شيء غير الستين اطار. انا راح اترككم مع مقطع صغير ليوتيوبر كان عم يلعب على اكس بوكس سيريز اكس، شوفوا اللعبة ما فيها اي اختلاف غير شوية الزون وشوية السما اللي هون والغيوم والقصص هاي.
وبالنسبه للبلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 5 نفس الموضوع، رح تقدر تلعب اللعبه على 4K على 60 اطار على البلاي ستيشن 5. ما في اي شيء جديد وما في اي شيء بالنسبه للاف بي اس، ورح تكون من يوم 12 نوفمبر ل 16 نوفمبر رح تنزل، ورح تقدر تنزل فورتنايت من اول يوم رح تكون موجوده على الستور بالنسبه للجيل الجديد. ما في اي شيء بالنسبه للاف بي اس يا شباب، الاف بي اس 60 رح تقدر تلعب اللعبه على 1080 وتقدر تلعب اللعبه على 2K و4K بالنسبه لجميع الاجهزه، ولكن كلياتهم على 60 اف بي اس. انا الصراحه يعني رايي الخاص بيكون بالنسبه لي، رايي الخاص انه الموضوع مو مستاهل بنوب انه انا اشتري مثلا جهاز اكس بوكس او بلاي ستيشن 5 مثلا وانا بلعب فورتنايت بشكل عام، مشان اخر شيء مثلا اشتري لعبه ب 70 دولار او ما بعرف. انا الموضوع شايفه مو مستاهل الصراحه، انا من جماعه البي سي يعني ما بقدر اغير على البي سي بنوب. هذا هو بالنسبه لموضوع الاكس بوكس سيريز اكس، وبالنسبه للبلاي ستيشن 5 بتمنى يكون عجبكم موضوع الاكس بوكس، وبدي رايكم بالتعليقات، شو رايكم بال 60 اف بي اس على 4K؟ هل ممكن تلاقي اختلاف ولا نفس الشيء ما في اي فرق؟ وبدي رايكم كمان بعالم ديزني لو انتم حابين ننزل على ديزني بلاس، واحكي لكم كيف تشاركوا فيها لو انتم من البلاد المتاحه، وكيف تحصلوا هذا الاشتراك المجاني. شكرا لكم يا شباب، كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله.